السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا ملاح، ان شاء الله تكونوا بخير يا ربي، ان شاء الله تكونوا تفوتوا في ان بال جورني. مرحبا بكم معايا دون زون نوفيل فيديو، واللي راح يكون اليوم راح نروحوا جولة الى محل مطبخ سيدة المطبخ ليدي كيتشن. هذا هو المحل، حبيت نديكم معايا. راح نخليكم لاباج انستغرام تاعو والفيسبوك هنايا. الله يبارك على التعامل تاعهم. هذا ماشي اشهار فقط، انا حبيت نروح الجولة لهذا المحل، قلت نديكم معايا. طلبت منه اني نجي نفيلمي، قال لي مرحبا بك. فاذا قلت علاش ما نديكمش تحوسوا معايا، ميم اللي قاعده في الدار تضرب دارها معايا، تشوف واش كاين جديد. هذا المحل اسمه ليدي كيتشن دي سيد، وهذا المحل جاي في ولايه الجلفه. دوك راح نتعمق لكم في تفاصيل بزاف، ما عليكم غير ما تنساوش تابوني وتفعلوا لاكلوش الجرس، باش هكذا كل ما نحط لا فيديو تطلع لكم اوتوماتيكمون انتم الاولين. يلا نروحوا في التحويسه. هنايا حبيت نوريكم هذونا لي زاسيات، هذونا بزاف كلاس، هذونا لي موتيف يعني متنوعه، هلال، قلب، انتي وش حابه، تشبح السفره، يديروا فيه مهريسه، مايونيز، مكسرات، جوز، لوز، يعني متعدده الاستعمال. ثاني الطبق الحلو. وهنايا راح نروحوا الاشكال تاع المغارف والفراشط، يعني لي ساكسيسوار اللي تابعين السفرة، عندهم بزاف أشكال وألوان، نتيا وش تحبي تخيري السلعة. الله يبارك. بلا ما نشكر، بلا ما نقولكم ولا حاجة، باش ما تقولوش راهي تزيد لها ولا حاجة، أمي الله يبارك، راكم تشوفوا بعينيكم، بقى تشوفوا كامل السلعة. الله يبارك. أنا يا نموت على الماعين، فإذا أحب نديكم دارة معايا. ثاني اللي قاعدة في الدار تنحى على خاطرها معايا، هذونا لي موديل جدد، هذونا السيلفر والدوري، وهذونا الذهبي والفضي. هذا المحل حبيبتي جاي في ولاية الجلفة، راح نعط لكم الطريق، النيليات اللي في ولاية هادية راح يعرفوا البلاصة. هنا في راح نكونوا في وسط المدينة، مدينة ولاية الجلفة. كاين ساحة بوضياف كيما القوسات هذوكا، وين كاين باناشي، كاين باناشي في هذوك القوسات كيما ساحة بوضياف. هذا يا راه جيست اكوتي مع هذاك المحل تاع الباناشي، جاي قدام القوسات وين يبيعوا الجهاز، هذا يا جاي قدامهم كامل بحذا. قلت لكم الباناشي نورمالمون راهو باين، هذاك عندنا باناشي واحد في هذيك الجهه. هذا المحل يتواجد تما، شوفوا هذا الكاسكيوت يهبل كي تهزي تكوني تشربي، يعني يرجع السامبل، وكي تحطيه ترجع هذيك الموتيف تاع البومه، بزاف هايل وكلاس، كامل كامل السلعه. الله يبارك. شوفوا هادو لي موديل يهبلوا نتاع الصفح، وهادو تاع ديكوراسيون فوق الطابله، يعني تاكل العين قبل الكرش، قبل الفم. الله يبارك. يعني ثاني الطابله ثاني كي تكون مشبحه مليح، ويعني للمعن كل مره تخرج موديل جديد. بزاف كلاس هادونا، شوفوا ستيل ورده، وكاين ثاني اللي جايين شغل مدورين سامبل. انتيا واش تحبي الاختيار، بزاف هايلين. الموديل هذا جابهم جدد، السلعة تاعو كامل جديدة، يعني الله يبارك.
جاي خوض بك يا لا 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 جاي خوض بك راهو قاصد الحلال جاي خوض بك ويعدي حياته وجد بك يبقى قربك وروح يسمع روح فرحوا معنا يا لا 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 زهو معنا هيا نحضرين اليوم زهو معنا يوم المجد وبدانا فرحوا معنا انا حاولت الماكس نقرب لكم باش تشوفوا كامل الاسعار وتدو تدو هكذاك اللمحه. ثاني راهم يجاوبوكم في الصفحه تاعهم اللي مليحه فيهم انهم يرجعوا في التعليق ويرجعوا لك ثاني في البريفي. انا يعني اذا بعثتي له بريفي وين كونوا لاتين يريبونديو لكم الله يبارك. ثاني اللي حب تعمر دارها من دارها وجديد او في البداية ثاني الله يبارك سلعة مليحة. ثاني اللي تحب احنا نعرفوا باللي في رمضان نحبوا نبدلوا دائما نحبوا السلعة تكون عندنا متوفرة وجديد يكون عندنا. هنا هذونا اللي هذونا الانسامبل تاع الشوب مع البرادة مع السنيوة تاعهم راهم توندونس يعني تحبيت كاين هذاك الاول انا حبيت نديرو يعني تنجمي ديريه في الصبوحي يعني تنجمي تفطري ديري فطور الصباح هكذاك يكون مع انسامبل باهي. ثاني كي يجوك فامي هكذاك قلال او لما بين البنات ولا ما باليش هادونا بزاف كيوت وهايلين وراهم توندونس عنده بزاف لي موديل يعني عندك الاختيار وكل وحدة والذوق تاعها دائما تبقى هاد الحوايج اذواق. ثاني هذا الموديل عجبني بزاف كلاس هنا ولا غير صورت لكم كلش قد ما نقدر راني نصور الله يبارك. خلاو لي الحانوت قالوا لي هاوليك صوري كيما حبيتي يعني تعامل في المحل ماشي غير معايا انايا لانهم ما يعرفونيش شخصيا وانا ثاني ما كنتش نعرفهم يعني دخلت هكذاك بسم الله والله يبارك التعامل. وايضا ثاني في التعليق يعني ثاني ريبوندي وتمتم يعني في الخاص وفي الحقيقة أنا عجبني التعامل أكثر. وثاني السلعة الله يبارك وهذه هي الكوتين تاع لي زونسومبل تاع لاتاي
بزاف هايلين وموديلات مختلفة متنوعة وكلاس. دائما نهضرو على اللوكس. سرتوني عودي وعطوني اللي ما سرتوني عودي وعطوني اللي ما سرتوني عودي وعطوني اللي ما باش تركب عليه القيد حليمة هنا ليه يعطيه ما يمني طالعت عقبة والنار شعلة فيه ودور فيها يا من الناحية اللي راح يسقسو على التوصيل اور ولاية بوغ لو مومون قال لي ما كانش ميم بالاو ام اس او في النقل لكم على بالكم بلي كورونا كل شيء حابس بوغ لو مومون ما كانش التوصيل ولكن ممكن مع الايام او هكذاك اذا داروا التوصيل راهو يقول لكم. حبيت نفيدكم بهذه المعلومة لأنه بور لو مومون ما كاش توصيل للولايات ولكن داخل الولاية يعني نجمو يتقربوا للمحل. نم هذه الشاريو عجبتني تهبل وهذونا اللي بلاطو هذونا اللي بزاف راهم يحوسوا عليهم تنجمو ديريهم ديروا فيهم يعني ريحات تنجمو تحطوهم ديروا فيهم لي سالي كاطو تنجمو تاني تحطو فيهم لي بوجي يعني متعددين الاستعمال انتي الواش ديريهم لانه شكلهم كلاس الواش حطيتيهم يستعملوا. وهذونا تاني اللي تحب لي دايره قناه تاع كاطو او تاع طبخ تاني او تاني لملاح العرضات يعني هذونا الاشكال هم مختلفه هذو المكسرات تنجمي تصوري فيهم تاكوس يعني الحاجه اللي طيبيها تنجمي تصوري عليها او تحطيهم تاني شبح في لاطابلي يجوا يهبلوا. وهنايا تاني صورت لكم هذونا وهنايا تصورت لكم هذونا لي زونسومبل تاع البقراج تاع الحمايات هذونا تنجمو ثاني تمريو لهم يعني كيسان لانه كلش متوفر عندهم الشكل هذايا تلقاوه عندهم تلقاوه عندهم كلش يعني تنجمي تمري وحدك. هذا الشاريو تهب الله يبارك شوفوا كيفاش تبريي من الاسباس اللي فيها يهز بزاف الله يبارك يعني حبيت ندي